Saudi Arabia without us is gone. They're gone. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أطلق خلال حملته الانتخابية تصريحات شديدة اللهجة ضد السعودية، إذ وصفها بالبقرة الحلوب التي تدر الدولارات والذهب في الوقت الذي تطلبه منها أمريكا، وهدد بذبحها إذا ما جف ضرعها ولم يعد آل سعود بقادرين على دفع الأموال لأمريكا. لكن ترامب اعتبر الأموال التي تدفعها السعودية اليوم لا تساوي شيئاً أمام الحماية التي توفرها أمريكا لعائلة آل سعود التي طالبها بأن تدفع 3/4 ثروتها لأمريكا. تصريحات أثارت هلع آل سعود الذين ألقوا بثقلهم خلف المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي هزمها ترامب خلافاً لمعظم التوقعات، مما دفع آل سعود إلى استئجار قرابة 20 جماعة ضغط أمريكية للتأثير على السياسات المستقبلية للرئيس الأمريكي المقبل. وكان اللافت استئجارها للسناتور الأمريكي السابق هوارد مكيون المعروف بتأييده لمبيعات السلاح إلى السعودية خلال ترأسه للجنة القوات المسلحة في الكونغرس. ويبدو أن حاكم البحرين حمد الخليفة انضم هو الآخر إلى جماعات الضغط السعودية بعد أن كشف موقع بوليتيكو عن عزم سفارة البحرين في واشنطن إقامة حفل في فندق مملوك لترامب في واشنطن، وذلك بمناسبة الذكرى 17 لجلوس حمد الخليفة على سدة الحكم. إجراء وصف بأنه رشوة من البحرين للرئيس الأمريكي المنتخب في محاولة لتغيير مواقفه من دول الخليج وخاصة السعودية. وليس في الأمر غرابة أن يتحول حمد الخليفة إلى شركة للعلاقات العامة للترويج لنظام آل سعود، فهم أولياء نعمته وحماته الذين أنقذوه من السقوط في العام 2011، ولولاهم ما كان له أن يحتفل اليوم بعيد جلوسه على كرسيه المشؤوم.